ومعانا الدكتور فواز زغول، مدير المجلس العربي لتدريب الإبداع الطلابي. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بالجميع، شكرا جزيلا. يا ترى إيه الجديد اللي بيقدمه الملتقى النهاردة للجامعات المصرية والعربية؟ أولا مصر هي أم العرب، الجامعات الدول العربية يستفيدوا من خبرات مصر القديمة والجديدة والعظيمة حقيقة، والطلبة العرب يتعرفوا على بعضهم البعض، بتحملوا بعض، بيعرفوا عادات وتقاليد بعض، وهذا طبعا بيكون سفير لبلده بحيث انه يزيد اللحمة والصداقة بين طلاب الوطن العربي. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.